يونت تيست، تمام. نتكلم كلها اليونت دي على الاريا. احنا عندنا اريا كتير جدا وفي حاجات كتير جدا خدناها، معلش قوانين، تمام. انا بعت ورقة فيها كل القوانين اللي احنا خدناها. اوكي، الورقة دي فيها كل الرولز اللي احنا درسنا لها. في عندنا رولز كتيرة جدا، وهي سهلة جدا برضو، بس احنا كل اللي علينا ان احنا نركز على الحاجات اللي احنا هنحل بيها. يعني ايه الحاجات اللي احنا هنحل بيها؟ كل واحدة فيهم فيها جيفن. جيفن دي حاجات موجودة في المسألة نفسها بتساعدني انا، كل اللي انا هجيبه من عندي اللي هي الرولز دي. فورمولا فور بريمتر اند اريا، البريمتر سامبل بي، الاريا اي، البريمتر اللي هو الاوتلاين، يعني اللي هو المحيط بتاع الدائرة، اللي هو الاوتلاين من بره. فانا عندي اشهر حاجة بقى اللي هي الريكتانجل. فالريكتانجل اللي عندي جزء كبير، جزء صغير، جزء طويل، وجزء قصير، لونج وشورت. لونج سايد بنسميه لينث، وشورت سايد بنسميه ويدث، تمام. والبريمتر ايكوال لينث بلس ويدث تايمز 2، او 2 تايمز لينث بلس ويدث، او 2 ال بلس 2 دبليو، او ال ال بلس ال بلس ال بلس دبليو بلس دبليو. كل الحاجات دي كلها هي دي البريمتر. اوكي، الاريا لينس تايمز ويدث، البارلوجرام بيس تايمز هايت، الترانجل هاف بيس تايمز هايت، السكوير في عنده اتنين اريا، واحدة بريمتر، بريمتر بتاعته اللي هي اس تايمز 4 او 4 تايمز اس. الاريا بتاعته لو عندي ساين يبقى سايد تايمز ساين، لو عندي دياجونال يبقى هاف تايمز البرودكت بتاعت الدياجونالز دي. وبعد كده عندي برضو الرمبس، عندي 2 اريا، والبريمتر بتاعته بتاعت الرمبس زي البريمتر بتاعة السكوير، يعني سايد تايمز 4 عشان كله من بره ايكوال. اوكي، او سايد تايمز ال تايمز 4 لو احنا هنسميه ال يعني. اما بقى السيركمفيرنس دي اللي هي 2، اشهر حاجة ليها اللي هي الباي دي، او ديامتر تايمز الباي، او 2 تايمز الريديوس تايمز الباي. المهم كلهم اهم واحد فيهم اللي هو الباي تايمز دي. والباي احنا اتفقنا ليها حاجتين، ممكن 3.14 ودي اسهل حاجة واحسن حاجة، و22 اوفر 7. وبعد كده هنا بيقول لي بريمتر جنرال، يعني البريمتر بتاع اي بوليجون باي شكل بيكون سام اوف لينث اوف ات سايد. يعني لو احنا عايزين بريمتر بنعمل بلس للحاجات اللي بره، سايدس اللي بره. ندخل بقى على اليونت تيست. اول حاجه عندي the area of the rhombus whose diagonals، انا عندي كلمه rhombus، فانا هو ما يجي rhombus، فانا ما عندي اتنين في اتنين في rhombus، بس عندي هنا ال diagonals، يعني مثلا ده d1 و d2، يبقى half times d1 times d2، فين d1 هي 10 و2، يعني half واحدة فيهم times التانية، فتبقى الإجابة 100. The longest cord، ودي خدناها في الترم الأول. longest cord معناه اللي هو الديامتر، الديامتر of circle، يعني longest cord يعني diameter، هو مدين diameter 7. عايز ال circumference أو ال circum يعني، ومدين ال باي. فأنا هعمل إيه بقى؟ أشهر حاجة ال diameter multiply 22 over 7، يعني تبقى الإجابة 22. استخدم أنهي قانون؟ اللي هو باي دي. مش معنى استخدم قانون باي دي عشان في دي هي اللي موجودة. area of square مدين هنا ال area بتاع square، ومدين ال diagonal، فاستخدم إيه بقى؟ half multiply two diagonals، يعني equal half multiply 6 multiply 6 half 6 3 3 multiply 6 18. المسألة اللي بعدها question number 4، في عندي هنا العلامة دي معناها perpendicular، معناها 90 degree، تمام. ولما اشوف العلامة دي اللي هي perpendicular، تمام، بيكون ده كده الهايت وده البيز، ولازم البيز الكورسبوندينج هايت يكون عليها. يعني انا مش هاخد هايت وخلاص بقى، الاتنين لازم يكونوا
شكل حرف التي، تمام، letter T. ال AB6 BC5 4 عايزين ال area، فاحنا ال 5 دي مش هنستخدمها في اي حاجة خالص، انا محتاج بس ال base وال height، واقول كده half multiply ال base اللي هي 6 multiply ال height اللي هي 4، half ال 6 3 3 times 4 يدينا 12. next عندي parallelogram، اوكي، فاهو parallelogram ومحتاج ال area، فيكون half، مش هيكون half، هيكون ال area بتاعته base times height على طول من غير half، base multiply ال height، بس عندي فيه عندي هنا small smaller height هناخده مع ال great أو ال longer base. ففين عندي ال base هنا؟ فبيقول لي the length of the adjacent side، يعني عندي في 2 bases، في 4 6، فانا اتقال لي smaller هناخد بقى ال greater، يعني ناخد ال 6 مع ال 5. اتفقنا بقى لما يقول لي smaller ناخد ال greater، لما يقول لي greater ناخد ال smaller base، تمام. يبقى smaller height مع ال great side هنعملهم times، هتطلع الإجابة كام؟ 30. كل الفكرة في ال smaller triangle، مديني ال area، مديني ال height، وعايز ال base، فاتفقنا ال base equal to multiply ال area over ال height، يعني تبقى 2 multiply 120 over 10، هنكنسل الزيرو اللي تحت مع الزيرو اللي فوق، فتبقى 2 times 12 يعني 24. هنا بقى circum، circum equal 31.4 والradius محتاجينه، محتاجين البوينت، فاتفقنا لو احنا عندي الradius فيكون circum divided to multiply the boy، يعني اكتب على الكالكتر كده 31.4 divided to multiply 3.14. اوكي يا سارة، هتطلع الجامعة معايا كام؟ هتطلع الجامعة معايا غالبا 10 ولا 5 مش فاكر، المهم الإجابة تطلع بالكالكليتر بقى. هو محتاج ايه؟ الريديوس، فيطلع غالبا 5. طيب هنطلعها بالكالكليتر ونشوفها. بعد كده باراليلوجرام، عندي الاريا بتاعته 36 وعندي البيز، محتاجين بقى الهايت وكورسبوندينج هايت، يعني الهايت ايكوال الاريا اوفر البيز، يعني equal 36 over 4، هتلاقي الإجابة عندي 9. اللي بعدها area of square equal 8، محتاجين بقى diagonals، ده ليه special شوية لأن ليه steps زيادة، اللي هو diagonals multiply diagonals equal to multiply area، يعني equal to multiply 8 يعني equal 16. طيب هو محتاج بقى مش الاثنين، هو محتاج واحدة بس، يعني how many times how many the same number give me 16، يعني كم كم يدينا 16 والاثنين نفس الرقم؟ أكيد 4. ده سؤال famous، مشهور جدا، بيجي دايما في الامتحانات، بيقول لي the number of altitudes of triangle، ali of this triangle، acute triangle، right triangle، triangle، any triangle. المهم الإجابة هي واحدة، عندنا 3 heights of 3 altitudes. لو عندي ال square perimeter بتاعته 32، ده hot question، فاحنا أول حاجة نفكر فيها إن ال perimeter بتاع ال square، هو أصلا ال perimeter بتاع ال square يعني إيه؟ يعني side times 4 بيدينا 32، يبقى السايد ده كام؟ يبقى مين تايمز 4 يدينا 32؟ اكيد 8، فكده السايد ايكوال 8. جبناها منين؟ فكرنا
بالانفيرس، بالعكس بقى قلنا لو عندي بريمتر 32 يعني كام تايمز 4 يدينا 32، فطلعت 8. طيب الاريا بتاعت السكوير ايكوال ايه؟ سايد مالتبلاي سايد، يعني 8 مالتبلاي 8 يدينا 64. يبقى اول ما اشوف البريمتر اعمل ديفايدد 4 للرقم الموجود هيديني السايد، يعني السايد ايكوال بريمتر ديفايدد 4. وبعد ما اجيب السايد اعمل سايد باي سايد يدينا الاريا. الرمبس، فالرمبس عندي الاريا بتاعته 48، وعندي بقى هايت، وعايز بقى البريمتر بتاعته، فاحنا كده محتاجين ال L اللي هي السايد بتاع بتاع الرمبس. فهو اصلا كده ايكوال زي البارالوجرام بالظبط، يعني L multiply height، فاحنا محتاجين ال L يعني area over ال height الموجود، يعني 48 over 4.8. تمام، فتطلع إجابة 10، يعني كده ال L ب 10. طبعا هو عبارة عن الرمبس كله 4L، يعني البريمتر بتاعته 4 multiply ال L أو multiply السايد، يعني 40. نيجي بقى للسيركم، مديني radius، فاحنا عندنا 2 times radius times ال boy. طيب ال radius هنا بكام بقى؟ ال radius هنا 5، يعني 2 times 5، 2 times 5 10 times كمان ال boy. هو جايب لنا بقى ال boy، يعني مش هنحط مكانها أي حاجة، فتبقى الإجابة 10 boy. السؤال ده فيه steps كتيرة شوية. هو محتاج ال AD، ال AD هنا ده height. طب ال height أجيبه ازاي لو عندي ال area؟ طب ال area مش موجودة، طب أجيب ال area ازاي؟ فأنا محتاج بقى تاني، يعني محتاج base ومحتاج height. ففي عندي special case في ال right angle triangle، لما يكون عندي right angle triangle في 90، فأي واحدة فيهم تنفع base وأي واحدة فيهم تنفع height. اوكي، فده height وده base، هنجيب منهم ال area بتاعت الترنجل. فنقول ايه بقى؟ هنقول half ال area بقى half multiply 6 multiply 8 هتدينا 24 سنتيمتر سكوير، يعني دي ال area كلها بتاعت الترنجل ده. في نفس الترنجل في base موجودة، تمام، وفي height احنا محتاجينه. نقدر نجيب ال height، ايوه في عندي رولز نقدر نجيب منها الهايت، اللي هو الهايت ايكوال 2 مالتبلاي الاريا اوفر البيس. طب الاريا كام؟ احنا لسه مطلعينها 24، يعني 2 مالتبلاي 24 اوفر البيس اللي هو 10، يعني تبقى 48 اوفر 10، يعني الاجابه تبقى 4.8. احنا كنا خدنا السؤال ده قبل كده في الشيت. عندي هنا بيقول لي length of diameter، يعني هنا في diameter of semi circle، كلمة semi circle يعني نصف دايرة أو half circle. عايز البريمتر بقى، فاحنا البريمتر ده قلنا امبارح ان احنا لو احنا عايزين بريمتر لازم نعرف الاوتلاين مين. فالاوتلاين هنا الجزء ده الكيرف ده، يا ترى هو سيركل كاملة ولا هاف سيركل ولا كورتر سيركل ولا ربع دايرة؟ فده نص دايرة كاملة. اوكي، هاف سيركل يعني هاف سيركل، هو السيركل كلها كام؟ باي دي، يعني هاف يعني نص، هاف باي دي. اوكي، طيب الجزء اللي من تحت كام بقى؟ فمديني اي بي كلها على بعض 12، يعني الجزء ده كله من الاول لاخر 12. طيب فانا اعمل بقى ايه؟ هعمل half multiply 3.14، تمام، multiply الديامتر اللي هو 12 ده الجزء ده بلس عليهم كمان الجزء اللي هو 12، واحلها بقى على الكالكليتر وشوف تطلع معايا الاجابه كام. اللي بعدها الاريا في رمبس،
وعندي 1 دياجونال، عايز الدياجونال تاني، فالدياجونال في الرمبس ايكوال 2 اريا اوفر الدياجونال بقى الموجود. خلاص، يعني لو انا مثلا محتاج دي 1 وده دي 2، هي هي، فيبقى 2 multiply 30 over الدياجونال الموجود اللي هو 6، ف 6 divided مع 30 تدينا 5، يبقى الإجابة 10 سنتيمتر. آخر حاجة بقى which is great in area، دي معناها إن أنا أحل 2 questions، أحل مسألتين، فأعمل كده divided، هقسم دي نصين كده عشان أحل فيها. أول حاجة عندي rhombus، فأكتب الفورمولا بتاعت rhombus diagonals، يبقى area 1 سميها area 1 أو area rhombus مثلا area r، أوكي، equal half multiply d1 multiply by d2، يعني equal half multiply 6 multiply 8، يعني تطلع 24 سنتيمتر سكويرد. دي الاريا بتاعت الرمبس. طيب شوف الاريا بقى بتاعت مين تاني بقى، سكوير الديجرام بتاعته 8، فالاريا اوف سكوير اوكي ايكوال، طبعا دياجونال، يبقى هستخدم هاف مالتبلاي دياجونال مالتبلاي دياجونال، يعني ايكوال هاف مالتبلاي 8 مالتبلاي 8، هاف ال 8 نص ال 8 4 مالتبلاي 8 32، فكده ال area of square equal 32 سنتيمتر. مين بقى ال great؟ ال great ال square هو ال great. تمام، واكتب في الاخر كده the area of square is greatest او area of square greater than area of rhombus. اوكي، هنعمل pause للفيديو.